بعديهم بيتم حرفيا عبادتهم. تمام. فمين قال ان احنا مش هنتبان كمان شويه؟ فاحنا عشان المسلم اخ المسلم، وعلشان الزكاه كمان عضو، وعشان المقدسات اللي هناك. هي ايه المقدسات اللي لنا في فلسطين؟ قول المقدسات. الله يفتح عليكي. اللهم اغفر لاختكم قريش، قولوا امين. ادخلها الجنه بغير حساب ولا سابقه حساب، واحنا معاها. امين. امين. لنا ايه في لنا المسجد الاقصى؟ حد يعرف معلومات عن المسجد الاقصى؟ نعم. اسمك ايه؟ حنين. يا سيدي الله يفتح عليك. تمام. ثالث الحرمين. تمام. هيك زمان مزعوم. ايه المسجد الاقصى؟ اسمك ايه الاول؟ منار. مراه. صف كام يا مراه؟ سابع. عسولة. رحلة الإسراء والمعراج. تمام. عرجي للنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى. أنا هسألكم شوية أسئلة. تمام. والمشرفات إن شاء الله اللي معاكم يعني ركزوا على المحاور اللي أنا هقولها دي، عشان إن شاء الله هتاخدوها. لو لقيتكم 10 على 10 أنا هبص راس كل مشرفة دلوقتي. مين يعرف الفترة الزمنية اللي بني فيها المسجد الأقصى؟ يعني ها من بعد المسجد الحرام كم سنة؟ 40 سنة. جدع. الله يفتح عليك. وريني مشرفتك عشان أبص راسك. مين عارف قبة الصخرة مبنية بذهب ولا بطلاء زي الذهب ولا لون تاني؟ ها بذهب. مين اللي بناها بالذهب؟ انا مش سامع. عبد الملك بن مروان الهموي. تمام. جدع. وريني مشرفتك انت كمان. تمام. هي اللي قالت. طب تمام. مين اللي الباب بتاع المغاربه اللي سمي بباب المغاربه؟ ها مشرفتك ورهاني بعد الله. ماما مش موجوده. والله مامتك بس مش موجوده. سلمي لي عليها.